صباح الخير والجمال على مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ابن حياتك. في البداية أحب أرحب بصديقتي الإعلامية الوجه الجديد المنضمة إلينا جديدة في البرنامج سارة البدوي. صباح الخير يا سارة. صباح الخير يا إسلام. طبعا كان معانا ضيف عزيز من حلقتين ماضيتين، ويسعدنا ويشرفنا أنه هو يكون معانا تاني النهاردة في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. شاب من شباب سيناء، ابن من أبناء القبائل العريقة في سيناء، قبيلة العقيلة، أرض الفيروز. معانا الأستاذ محمد سلامة العقيلي. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح النور. الأستاذ محمد العقيلي، الأستاذ محمد العقيلي مساعد أمين تنظيم حزب حماة وطن، يعني مش مجرد إن هو ابن من أبناء سيناء، ده مجرد ده كمان شاب سياسي من الدرجة الأولى. حبيبي تسلم. صباح الخير يا أستاذ محمد. النور. سعيد إن أنا موجود معاكم مرة تانية، وإن شاء الله يعني نبقى مستمرين إن شاء الله كتير، يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى. بإذن الله. تفضل يا سارة. صباح الخير يا استاذ محمد. نور. اهلا وسهلا بيك، وان شاء الله بدايه موفقه باذن الله تعالى. ان شاء الله. ان شاء الله. عايزين حضرتك بقى تكلمنا كده عن الاحزاب ودورك فيها كمساعد تنظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا النهارده وامبارح كان في استحقاق انتخابي، فاحنا بندعي انا بصفتي يعني كمان حد في حزب حماة وطن، بندعي الناس انها تنزل تشارك، اختار اللي انت عايزه، اختار اللي انت شايفه موافق ليك، اختار اللي انت شايفه هيخدمك في الخمس سنين. ابتعد عن حاجات اللي هي اليومين دول هي شغاله، فخليك اختار اختيار صح، اختار حد هيعرف يشرع لك، هيعرف في سن القوانين، هيعرف في يجيب حقك. لما تروح تقول له انا عايز منك خدمه هتلاقيه واقف معاك. فالنهارده امبارح والنهارده لازم كل ينزل يشارك. عايزين شكلنا يبقى كويس. الناس الشباب، انا بعول دايما على الشباب والمراه. أكيد. احنا لو ما نزلناش وما اخترناش صح ما نلومش نفسنا بعد خمس سنين والعشر سنين الجايين. فان شاء الله يعني يا رب يبقى اكتمال انتخابات تبقى شكلها كويس وبنسبه تصويت عاليه ان شاء الله. طبعا بنضيف تهنئه للسيد الفريق جلال هريدي مؤسس العقل المصريه ورئيس حزب حماة الوطن، امانه العاصمه بالاجمع طبعا، وبقياده اللواء فاروق مجاهد شفى الله وعفاه، ومستشار ايمن عامر امين تنظيم الحزب في القاهره، ومساعدي الاستاذ مجد الشرقاوي مساعد امين تنظيم، عندنا العلاقات العامه استاذ اشرف سويلي مرسيزه نجوى، المجالس النيابيه الاداريه استاذ محمد عبد الباري واستاذ احمد عبد الحفيظ. اسمح لي يا استاذ محمد بعد اذنك، احنا بالنيابه عن نفسي وعن اسره البرنامج بنوجه التهنئه لجميع اعضاء حزب حماة وطن من اول قائد الحزب لحد اصغر شخص في الحزب. هو كمان تهنئه عشان سياده الفريق سقط السيد الرئيس فيه واختياره في مجلس الشيوخ، فده يعني عايز اقول لك هو تتويج لما بذله في حياته، ده شيء مشرف ان احنا في حماة وطن. يبقى كمان هو اللي فتح الجلسه الافتتاحيه السيد الفريق جلال هريدي. الف مبروك لسياده الفريق. طبعا الله يبارك فيك، وده حاجه شرف لينا في حماة وطن كلنا ان شاء الله يعني باذن الله. وفي شمال سيناء طبعا بنهني السيد سليمان الزملوط، حاج سليمان الزملوط، والواجهه المشرفه للقبائل العربيه، فعلا يعني واجهه مشرفه. برضو اختيار سياده الرئيس ليه والبشمهندس رمضان سرحان اضافه قويه للاعضاء، للحاج سالم العكش، الناس يعني اختيار موفق ان شاء الله، والحاج فايز ابو حرب طبعا في مجلس الشيوخ. يعني احنا طبعا التوفيق للجميع. احنا الحمد لله عندنا اربعه شيوخ النهارده في المجلس، اول مره تحصل، كلها واجهات مشرفه لشمال سيناء، كلها ذات ثقل في المجتمع القبلي كمان، يعني الناس ليها وضعها في المجتمع القبلي. كل التوفيق لهم، وان شاء الله كمان ربنا يكمل مجلس النواب المرحله الجايه، ويا ربي اختيارات برتوبه على نفس النمط، برضو اختيارات واحد ثقافيه، ناس واجهه مشرفه لشمال سيناء، لان اي حد بيمثل سيناء بيكون يعني سفير لسيناء. طبعا اي واحد اي عضو بيمثل اي محافظه من محافظات الجمهوريه بيبقى بيعتبر رمز ليها، طبعا ده شيء معروف. اكيد 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 طبعا. طيب يا استاذ محمد، بما ان حضرتك يعني شاب من ابناء سيناء، يعني زي ما بنقول كده بالوضع الطبيعي ان انت معاصر الاحداث هناك اكتر من اي حد او اكتر من اي شخص تاني، عايزين حضرتك تكلمنا باستفاضه عن دور القوات المسلحه في تنميه سيناء. طبعا بما ان المقوله اللي احنا كلنا عارفينها يد تبني ويد تحمل السلاح، عايزين تفسر لنا المقوله. طيب. دي باعتبار ان انت على ارض الواقع. طيب احنا بس برضه عشان المره اللي فاتت احنا كان الوقت ضيق جدا. اتفضل. واتكلمنا عن بعض القبائل. احنا في شمال سيناء 12 قبيله موجوده في شمال سيناء، من اول قنطره شرق لحد رفح 12 قبيله، كل ال 12 قبيله اللي احنا ما اتكلمنا المره اللي فاتت عن المجاهدين كلهم ادوا، يعني حتى انا في قبيله بنذكر قبيله الاخارسه، في منها الشيخ مبارك
والشيخ سليمان ابو فريشه، الناس دي برضو كانت من ضمن الناس المجاهدين. طبعا قلنا نذكر ان الناس دي كلها، يعني عشان ان كل ناس حقها، يعني مش هنقدر ندي لكل واحد حقه. المره اللي فاتت ما اتكلمناش عن الناس دي بصراحه، فلا يعني كان ضيق الوقت وكان الوقت مضغوط شويه. فاحنا طبعا الناس دي برضو قبيله الخارسه، في عندنا قبيله ملاعبه، الناس كلها يعني ادت وبتادي دورها زي السابق الحاضر النهارده القادم ان شاء الله، كلنا في ومع قوات مسلحه. طبعا اجيال بتسلم الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله. يعني كمان قوات مسلحه مهما نقول لسه تعازينا للعقيده كان حرب محمد صلاح والجنود بتوعه استشهدوا الاسبوع اللي فات، وعندي برضو امبارح اسر استشهدوا، يعني يعني خلص تعازينا الاسر السنويه واسر قوات مسلحه، يعني ربنا يتقبلهم شهداء وان شاء الله يكون اخر يعني يعني اخر الحاجات الاخبار السيئه اللي نسمعها. يا رب يا رب ويتممها على خير ان شاء الله. طبعا إن شاء الله. انت بتنمي في مكان وبتنمي في بلد يعتبر صحراء شاسعه، فانت بتنمي فيها فلازم هيبقى في تضحيات طبيعي. طب هنا بقى في تضحيات؟ هو طبعا في تضحيات وفي العين على شمال سيناء اكيد طبعا، ووضع شمال سيناء سيء يعني كوضع، بس هي دلوقتي اصلا يعني وضع افضل تقريبا. أفضل طبعا افضل بكتير الحمد لله، افضل بكتير يعني. افضل من 5 سنين، افضل من 7 سنين، افضل من 3 سنين فاتوا. لا وفيها تطور كبير جدا. في تطور كبير طبعا. يعني في زي ما قلنا قوميه كتير ذكرنا ذكرنا مشاريع في عندك اصلا. سينا دي هي مصر، من غير سينا مفيش مصر. ارض الفيروز. هو احنا بوابه مصر الشرقيه طبعا يعني هي الاساس، يعني احنا كل الدنيا كلها عينها على سينا طبعا. ربنا يحميها ويبعد عنها اي يا رب يا رب يا رب ربنا يسمعك. طب طبعا بما انك شاب كده، ايه الافكار اللي عندك كشاب كده لارض سيناء، يعني لتطور ارض سيناء؟ الافكار كتيره بس الوضع يعني بيسمحش، حتى لما بيجي ينموا في اكيد مشاريع بتعمل وتلاقيها وقفت ليه؟ الوضع مش بيدينا يعني انت مش بيدينا الوضع. عندك تنميه النهارده حصلت في الشيخ زود رفح، بنيه تحتيه، عماير ما شاء الله. وتوزيع توزعت يعني خلال الفتره اللي فاتت توزعت فعلا، توزعت فعلي تمام. على الناس تمام. فالمرحله الجايه مثلا عندك النهارده زي ما قلنا المره اللي فاتت جامعه سينا دخلت فيها كليات كتير قوي ما شاء الله. يعني كان احنا تربيه بس وعلوم، النهارده لا دخل عندك كليات دي كتير اهم حاجه. عندك النهارده في برضو مبنى تابع لجامعه العريش في الخيربه بنعمل فيه دراسات عليا وماجستير، فسهلت الموضوع على الناس ال- 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 النسبه التعليميه كمان ناس كانت حاصلة على دبلومات وموظفين اللي هو بيعمل شهادات بيعلي نفسه ويخش كلية زاد بعدل تعديل زادت ليه؟ الكليات موجودة متاحة والمسافة قريبة، فالموضوع بقى قريب أكتر والشباب عندنا بفكر أصلا مثقف، فهو حاول يزود نفسه بالمعلومات بالتعليم تمام. فده شيء جميل. هو في مشروعات معانا باعتبار ان انت بتختلط طبعا باهلك وشباب زمايلك في سينا وكلام من ده، في مشروعات معانا او في افكار معينه مثلا حابب ان انت تطرحها، فكره معينه أو هو انا خلينا بس في خط كمان بنتكلم في نقطه الف اللي هي دير العبد. الف دي على زي ما طلعت السلام، هي بتاخد من بعد الانطره وانت ماشي جلبانه دي تبع اسماعيليه كلها زراعات، وبعد كده احنا طلعت السلام. طلعت السلام دي عندنا مدرسه ثانوية زراعية على الترعة نفسها، على زمام الترعة تمام. أنا ما أعرفش الكلام ده يتصغ إزاي في كقانون، لكن أنا عندي اقتراح إن إحنا ممكن نعمل تبع كلية زراعة جامعة العريش أو قناة السويس إن إحنا معهد زراعات صحراوية تمام. المعهد ده أوريدي خلاص أنت عندك المدرسة الثانوية الزراعية موجودة تمام، فتعمل لها جناح ملحق للمعهد وتجيب طلبة من خريجي الثانوية العامة والثانوية الزراعية من اسماعيليه من الشرقيه من كفر الشيخ الاماكن القريبه ليك، بحيث ان انت النهارده بتدرس له تدريس يبقى كل الزراعات اللي هي في الارض الرمليه، الري بالتنخيط، الري بالرش، الخضروات البسيطه، عمل وحدات مثلا تخزين، ثلاجات تخزين الدوله تعملها كان المخضروات ناخدها طبعا ايه هتطلع وتخزن تخزين. وطبيعي انت كده بتشغل بتفتح عماله كتير للمشروع اللي انت بتتكلم فيه، انت بتفتح عماله كتير مش مجرد الطلبه بس بتوع المدارس. ما هو انا كمان ان انت تنشئ خدمات كمان، في حاجات خدميه هتبدا ان انت تشتغل فيها عشان تخدم المشروع كله تمام. هو كمان انا عندي فكره دايما بقولها، عايز اعمل استزراع بشري. استزراع بشري يعني لازم اجذب الوادي عندي في شمال سيناء. فانا النهارده لما اجيب شاب خريج ثانويه زراعيه من اي محافظه قريبه ليا، اسماعيليه، شرقيه، المحافظات القريبه تمام. ويجي بعد لما يخلص ال4 سنين واخد بكالوريوس علوم في الدراسات مثلا الصحراويه او كما يطلع وزير التعليم او تربيه التعليم يصوغوه، النهارده هو خريج كليه محترمه، وكمان الدوله في خلال 4 سنين التدريس احنا نعمل خطه
الخطه مثلا احنا النهارده مثلا عندنا 200 طالب، مش هقول لك انا رقم كبير، ال 200 طالب دول احنا نوزع عليهم مثلا كل طالب 10 فدادين بقروض ميسره. برضو الدوله هتبني كده كده بتبني عماير وبنيه تحتيه. فانت هتخلص النهارده كليتك تاخد مثلا شقه برمز باجر رمزي، وتاخد ارض يعني مستصلحه بخدماتها بكل حاجه برضو باجر رمزي. يعني مثلا لو قلنا مثلا الدوله هتديك ال 10 فدادين ب 50,000 جنيه او 100,000 جنيه ونظير شهادتك، انت خلاص كده مالكش بالشهاده بتاعتك، خلاص كانك اتوظفت، كانك اتوظفت كانه وظيفه خلال 50 سنه او 40 سنه. العقد اللي تام مثلا ممكن اقول لك كل سنه عليك 2000 جنيه. تمام. فانا بسترد ثمن التكلفه اللي الدوله عملتها على المدار الخطه الخمسينيه المدار البعيد. بقى لازم الدوله تدعم كمان، والدوله كده كده بتدعم. والنهارده الشاب مستفيد، عندي 10 فدادين فمكان فاضي، بدل ما انا شاب لسه هطلع ادور على شغل بره مصر او اشتغل في اي مكان غير مجالي. لان انت برضو احنا خلينا بس نقول حاجه، مشكله التعليم في مصر ان انت بتدخل ابنك وهو غير مؤهل لسوق العمل. يعني انا معايا فلوس فهو جايب ثانويه عامه مجموع قليل، فبدخله طب خاص او هندسه خاصه زي الموجود، يعني الحاجات الموجوده حسب الكليه الموجوده. هو عايز مثلا ابني يبقى مهندس، طب ما تدخله حاجه يستفيد بيها، افتح له مشروع هيدخل ليه دخل وهيشغل معاه 4-5 شباب. فالنهارده الارض دي لو احنا وزعنا اراضي على الشباب على الخريجين، انا كده عندي خريج، عندي دارس ايه اللي هيزرعه مثلا الحاجات الخضروات الصغيره اللي هي المزرعات المتاحه في سينا، الحاجات الصغيره المستدامه اللي هي كل 3 شهور، خيار، طماطم، باذنجان، فلفل، الحاجات الأساسيات دي الاساسيات. حتى الاساسيات انا اولا وفرت تغذيه للمواطنين في اماكن كتيره ممكن اورد، لان احنا البيئه خصبه والجو مناسب كعامل على النباتات عندنا. يعني حتى الجوده في المنتجات الزراعيه السنويه غير الجوده في منتجات تانية. يعني عموما حتى احنا عندنا الجوده لخصوبه التربه والعوامل الجويه، الجوده بتبقى مختلفه شويه. في زراعات معينه مثلا مشهوره يعني عندكم في سيناء؟ مشهور طبعا الخيار عندنا مثلا، الطماطم، الحاجات دي، البصل بيطلع حلو. فدي انت هتجيب دخل للدوله وعامل ودخل للشاب. ثانيا انا دايما ليه بقول لك زراعه بشري؟ عشان النهارده الشاب لما اجي انا مثلا من كفر الشيخ مثلا وانا قاعد مثلا في نص فدان او فدان، فهاجي في 10 فدادين، فانا اجيب والدي ووالدتي معايا واخ ليا، فبالتالي انا ربيت اسره، ربوا ماشيه، ربوا طيور، العمليه اتكسرت، وجدت حياه على الاقل في المكان، زودت الرقعه الزراعيه، زودت الناس، العدد. احنا لسه بنقول لك المره اللي فاتت احنا 447,000 مواطن في مساحه شاسعه. وبالعلم كمان شمال سيناء 73% من سيناء سكان شمال سيناء، احنا نسكن خط الساحل. اللي عايز اقوله لك احنا النهارده لما نجيب خطه الدوله 3 مليون 4 مليون انا لازم اوفر ليهم. طب التوفير ان انا اكون مجهز لك شقق وبنيه تحتيه محترمه، وذلك موفر لك فرصه عمل، وموفر لك توزيع اللي هي مقومات الحياه، تخزين، كل المقومات اللي انت النهارده انا مش عايزك غير تنتج بس، انتج وانا اخد منك، انا اسوق لك شركات تسويق. انا ممكن شاب اجي اعمل شركه تسويق خضروات زي ما احنا عملنا ايام كورونا، كانت مصر من اقوى الدول اللي يعني خلينا ممكن احنا نقول لك احنا مصر الدوله الوحيده اشتغلت في ايام كورونا. صح، ان احنا صدرنا لكل العالم من عندنا، ارسلنا مساعدات كتير في يعني مساعدات ولا، واشتغلنا كمان كاقتصاد، يعني احنا حتى بعنا حاجات اقتصاد. فانت الدوله الوحيده كانت الناس كلها في ظل ازمه عندهم انت اللي اشتغلت، فليه ما استغلش النقطه دي ونشتغل عليها؟ هو ده لازم يتم. يبقى انت بتعمل برضه يا استاذ محمد، يعني انت واخده بالك يا ساره، انت هتضطر ان انت تفتحي مشاريع تانية برضه تخدم على تعبئه وتغليف ده كتير، وتسويق ونقل، وشوف كم واحد هيشتغل وكم شاب هيشتغل في المجال. يعني مش مجرد بس ان انت زراعه او فتحتي مجال كبير قوي محاصيل زراعيه، الشحن الطيران. لا هو في جيل طالع ما شاء الله، يعني عينه على سينا وعلى شباب سيناء وعلى فكره الارض. المشروع اللي قاله ده مشروع جميل جدا، يعني احنا هي سينا وانا بقول لك لا انا يعني انا مش محتاج كغير قرار تمام من رئاسه الجمهوريه، السيد وزير التربيه والتعليم، السيد التربيه حضرتك انا عندي المدرسه موجوده بصراحه، يعني كلهم شغالين. ما انا عندي المدرسه موجوده، يعني مدرسه قطي الثانويه الزراعيه دي كده كده هتخرج لي طلبه من عندي من شمال سيناء. لما اعمل دمج بصراحه رجاله في مصر يعني احنا عايزين بس تطبيق الفكره على الواقع. يا استاذ محمد قصد الكلام ان هو نطبق الفكره بقى على الواقع. انا مش مجرد يعني هي اصلا بقوا مصحصحين على كل حاجه وعينيهم على كل حاجه بجد، على الصغيره وعلى الكبيره. انا عندي مدرسه ثانويه زراعيه اوريدي موجوده، فانا اعمل دمج بين ابن الوادي وابن سيناء. تمام. النهارده هو انا مثلا ممكن المدرسه عندي بتخرج مثلا 70-80 طالب، في منهم مش كلهم هيخشوا الكليه او المعهد احنا متفقين عليه، ففي مثلا هتاخد منهم 30-40 واحد. 30-40 واحد انت برضو عملت له مشروعات في تنميه
حقيقيه. هو النهارده هيخلص، فتلاقي الناس كلها بدل ما نخش بقى كليات دبلوم تجاره ودبلوم صنعه، لا انا هخش مثلا دبلوم زراعه علشان خاطر انا بعد 5 سنين انا هاخد ارض. أيوة. فبالتالي هو هيبقى عينه رايحه فين؟ ان انا اخد ارض شقه. صح. وبعدين كمان نعمل حاجه، احنا ممكن نعمل طبعا لازم يبقى عموما يعني تنميه سينا اسمه شبه جهاز تنميه سينا ده متصل بكل الوزارات غير باقي المحافظات كلها. يعني مثلا وزاره الاسكان هتعمل بنيه شقق في مكان معين للشباب، يعني عايز كمان انا اقول لك انا مش هخليك تقعد في الارض بتاعتك. لا انا لازم اهلك تاهيل مجتمعي كويس بحيث انت تبقى شاب جاي من وادي، لا انت تلاقي مثلا العماره بتاعتك عماير، نعمل عماير. أيوة. تعمل طبعا هتشغل بقى صيدليات، هتشغل طبعاً مطاعم، هتشغل محلات ملابس، خدمات. يعني ممكن مثلا هنعمل 400 وحده سكنيه، 400 وحده سكنيه عايزه خدمات طبعا. ممكن نعمل بريد، ممكن نعمل بنك، ممكن يعني في كذا حاجه هتلاقي الدنيا بتشتغل معاك. لا هي الدنيا ما شاء الله بتشتغل كويس. طبعا بس احنا نتمنى يعني الخطوه الجايه دي فكره العزيز. والله يعني لو ربنا كرمنا. لا هو فكره جميله، انا بحييك عليها يا استاذ محمد. يعني بقت تقف على رجلها مش الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هي فكره جميله، انا بحييك عليها بصراحه. عشان سينا دايما العين عليها. ايوه طبعا. وطول ما هي يعني شوف احنا كم تضحيات وكم مجهودات وكم كم حرب مع الارض، الموضوع كبير قوي. أيوة. فيعني حتى شوف الامان، شوف الوضع بس مختلف. الحمد لله دلوقتي فيها امان عن الاول طبعا كتير. طبعا الحمد لله. بس يعني عايز اقول لك نستغل بقى، هو ما بقتش برده صحرا زي الاول يعني. سينا بقت يعني دلوقتي يعني حاجه جميله ليه جدا. ليه؟ احنا سياده الرئيس والبرنامج بتاعه او نمو. بجد احنا بنشكر سياده الرئيس جدا على مجهوده العظيم بجد. نموا في وسط سينا اللي كان محدش اصلا بيروح وسط سينا. لا هو عمل توزيع اراضي من سنه توزيع اراضي على المصريين، تعال اشتري واستثمر في وسط سيناء. عمل ملعب من اقوى الملاعب في موجوده على مستوى الجمهوريه في وسط سيناء. هو الدوله اشتغلت كويس قوي في وسط سيناء. الحته الفراغ بين جنوب سيناء وشمال سيناء هي اسمها وسط سيناء اللي كانت فيها دايما مشاكل. هو اشتغلنا عليها صح، الدوله اشتغلت صح، نمت صح. ان شاء الله بقى نكمل يعني نكمل المسار، وان شاء الله يا رب يا رب يعني يعم الامن على مصر كلها ان شاء الله. طب طبعا يعني حضرتك بيبقى في عادات وتقاليد في كل مكان، يعني في كل محافظه فيها عادات وتقاليد اكيد. سينا طبعا يعني قول لنا ايه هي العادات والتقاليد اللي فيها، يعني اهم العادات والتقاليد. اولا احنا لنا زي معين. تمام. ده زي السيناوي ده جميل جدا بجد. والمراه لها زي برضه، في بتلبسه دايما في المناسبات في الافراح. انا بحب الزي دي جدا والله، بحب اتفرج عليه قوي. لا يعني ده حاجات من اول ما تشوف الشكل كده تقول لك لا. أيوة. سينا عندك مثلا عادات وتقاليد صله الرحم، حاجات كل المناسبات اهم حاجه في الافراح. مثلا في حاجه معينه في الافراح بتعملوها او في الجنائز او كلام من ده؟ الافراح طبعا معروفه ان انت معينة مثلا يعني غير المتابعه مثلا في لا احنا افراحنا غير بتوبة طبعا مهتمين بالذبح الذبايح والاكل والحاجات دي. تمام. فبيبقى مثلا اصلا الفرح ممكن يكون قد ايه، يعني بياخد فتره قد ايه، يعني بيكون مثلا اسبوع لا ممكن يعني سيب كمان الايام دي اللي هي اللي احنا فيها. قبل كده انا كنت فاكر مثلا الفرح ممكن يبقى مثلا 15 يوم يطبلوا ويزغرطوا وعندنا الناس الكبيره الناس الكبيره دي كمان بتقول يعني هم عارفين اهل سيناء الكلام اللي هو الرزيع بترزع، بتقول لك زي القصيده في العريس واهل العريس ومثلا ده بيتعمل كل يوم يعني. لا هي ممكن هم عندنا الستات الكبار دول كده حاجه عشان اقول لك دايما. لا وضح لنا عشان المشاهدين يفهموا. الثقافه عندنا مختلفه، يعني كثقافه مختلفه مش بالتعليم هي، يعني دايما يعني ما هي عادات وتقاليد هي في كل مكان. في عندنا مثلا التراث السيناوي معروف السامر. السامر ده الناس بتيجي. لا لازم تعزمنا بعد كده. لا انا بصراحه ان شاء الله ان شاء الله. السامر ده حاجه من التراث السيناوي المعروف، بيبقى مثلا قبل الفرح بثلاث ايام ويوم الفرح، ده موجود عندنا برضو. الذبح والحاجات دي برضو تاخد ليها طقوس معينه. زي ايه بقى؟ يعني لازم يبقى الفرح مثلا عدد الناس كلها بتيجي طبعا. تمام. يعني ممكن تخش في 500 600 واحد 400 يعني. بس اكيد طبعا يعني بيكون في مكان معين ولا يعني الفرح احنا طبعا هنا مثلا في القاهره بنعمله في مكان. لا لا احنا لا احنا ممكن يبقى في دار مناسبه اللي هو المقعد بتاعنا. في مقعد لكل عيله وفي ده لكل عيله. مش معمول مثلا. لا لا لكل عيله عندها. او ممكن تعمل انت مثلا الخيمه لو انت مثلا الجو صيف شويه،
وفي عندنا بيت الشعر كمان، بس ده برضو يعني ايه مع تطور شويه ده اختفى. بيت الشعر ده بيتعمل برضو بحاجه محترمه قوي، هو بجد انا بقيت مشتاق ان انا اروح احضر فرح. لازم تنورونا طبعا، ده حاجه لنا طبعا. الست الثانويه عارفه اللي بتلبسها على وشها ده اسمه البرقع. هو انا ده انا عايز ده البرقع ده اصلا كان مطعم بالذهب. برقع ولا يشمك بقى بيسموه، ولا اليشمك ده اللي كان هنا في لا ده البرقع عندنا احنا اللي هو بتحطها على وشها. يبقى انا كان في القاهره اليشمك. فلا بجد الاجواء هنا جميله. طيب طبعا طبعا. هو في حرف معينه بتعتمد عليها شباب سينا مثلا كحرف يدويه بسيطه زي نظام الاسر المنتجه وكلام من ده؟ في حرف معينه الحرف عندنا مثلا الغزل والنسيج. يعني برضو ممكن ندخل الغزل والنسيج ومشغلات اليدويه والتطريز اللي هو العبايات بتوعهم طرازه، دي كلها حرف يدويه عندنا. دي حاجات اساسيه اللي هي انت بتشوفها في المعارض الحاجات السينوية. بنشوفها في الافلام برضو، الشغل السينوائي. ده تطريز بالايد، ده الستات بتعمله عبايات، عندنا بيعملوا سجاد فرش على الايد برضو. على الايد بالصوف، بصوف الاغنام والماعز بتعمل. بس بياخد فتره طويله. بياخد فتره طبعا. لا يعني هم ما شاء الله برضو ستات مدربين بقى. نشاطين طبعا. بس بيكون شكله حلو كده. طبعا 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 تحفه، بتعمل فيه رسومات من جوه بتعمل شكل. لا كان لازم نجيب سينا. من اكتر المحافظات اللي فيها حرف يدويه ومحافظين على التراث بتاعهم في الحرف اليدويه جدا. يعني انت لو فرشت البيت تلاقي شكله. اتفرج على اي فيديوهات على بيكون معروف اصلا. احنا لما بنتفرج على افلام بنبقى عارفين. عندنا حاجه اسمها الاجناع. هم طبعا الاجناع ده اللي هو احنا عايزين احنا تفسير وما عارفين. انا هفسر. لا وفي بعض المشاهدين مش فاهمين يعني ايه الاجناع. الاجناع ده اللي هو عندنا الست لما بتلبس طرحه، عارفه الطرحه؟ بس عندنا احنا اسمه جناع. هو بيبقى اسود. بتكون كبيرة يعني؟ كبيرة، اللي هو مثلا بيلفها كلها بيسترها كلها. بيسترها كلها زي الملاية الاسكندراني دي. ممكن، بس هو بيبقى اسود احنا بس عشان بقى المشاهدين تفهم يعني. هو اسود وذات هو بتعمله بطراز يدوي بتاعها في ايديها، فيها مثلا شكل ورد وبالخيط بيتعمل شكله تحفة طبعا. أكيد. بتتغطى بيه، بيغطي الجسم كله، لان احنا عندنا الثقافة عموما الحفاظ. يعني الحفاظ على خلي بالك عندنا المرأة حاجات مقدسات. طب بالنسبة للصيد انت كنت كلمتنا عليه المرة اللي فاتت يا استاذ محمد. انا كمان المرأة عشان برضه المرأة دي من المقدسات. يعني حاجة اولا في الجلسات العرفية، واحنا عندنا قضاء عرفي بناس طبعا محترمة جدا شغال لحد النهاردة. القضاء العرفي المرأة بتاخد حقها ثالث ومثلث. دي اهم حاجة. يعني ما ينفعش تقول لفظ على ست، ما ينفعش مد ايدك عليه. لو انت يعني لو حصلت مشكله وتشاد وانت دخلت البيت على ست من غير استئذان، فيها عاده عرب فيها تخسر. تمام يا استاذ محمد. يعني تخسر. نستاذن حضرتك، هنخرج فاصل وهنرجع نكمل حديثنا ثاني. هنخرج فاصل وراجعين، انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل نكمل حديثنا الشيق عن سيناء وشباب سيناء واهل سيناء. اتفضل يا ساره. حضرتك احنا قبل الفاصل ما كنا بنتكلم عن المرأة وعن ازاي التراث السيني والكلام ده، فعايزين حضرتك نكمل الكلام عليه. زي ما احنا المشغولات اليدوية طبعا المرأة السينوية بتعمل حرفات عشان تزود الدخل بتاعها وهي في البيت. زي ما قلت لك احنا المرأة عندنا من حاجات اللي هي المقدسات، بتستمتع بحقوق يعني افضل القوانين لم تثبت لها حقوق زي المرأة السينوية عندنا كوضعها كوضعها بين القبائل والعائلات. يعني احنا كمان ليه بقول لك المراه السينويه اشتغلت حرف يدويه؟ عشان هي مش عايزه تخرج بره البيت، يعني دايما داخل نطاق تمام. بس مكانها. في يعني شغل متوفر ليها بيجيها في البيت. هو لو القديم اللي هو الناس اللي يعني مشهورين ان في ناس موجوده في البيت. طبعا الشغل التراث التطريز اليدوي ده معروف والناس بتاخده وتجار وبقى بيكونوا عارفين مثلا الناس في البيوت وكده. في مثلا وليكن يعني نضرب مثلا في مثلا ست معروفه هي اللي بتجيب الحاجه دي بتوزعها اللي هي المشاغل اليدويه. تمام. بتوزعها على الستات في البيت والبنات بيشتغلوا وهي بتحصلوا منه، وبعد كده بيتم التطريز البيت اللي هو تجميع وبيتباع في يعني في حتى هنا في الحسين وفي الازهر وفي الاماكن. تلاقي التوب السيناوي بثمن غالي متواجد. وبروح دبي، بروح اماكن كتيره. بيبقى في معارض بقى بتتنظم في سينا يا استاذ محمد، ولا هو فيه مجرد شغل بيتعمل بتنتجوه بتجيبوه بس هنا؟ في لسه جمعيه واخده مننا لسه الاسبوع اللي فات استاذ باشمهندس سامي الهواري واخد تكريم تراث سيناوي من السيده انتصار السيسي. يعني لا انا بتكلم عن معارض بتتعمل في ارض سينا للحرف ديت نفسها. هو احنا كنا نفسنا برضه في حاجه ان احنا التعليم الفني يكون ليه مع التراث معنا اتصال. لازم محمد معلش نستأذنك، اتفضل.
السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. كل عام وانتم بخير بمناسبة انتصارات اكتوبر المجيد. وانت بخير يا ممكن نتعرف بحضرتك؟ مصالح من كفر الشيخ. اهلا وسهلا يا مصالح. احييك واحيي الاستاذة واحيي الاستاذ ضيفنا الكريم من سينا ومن اهل سينا القراء. الله يخليك. كل سنه وانت طيب. وانت طيب والصحه والسلامه. بحيي وبحيي قراراته اللي بيقولها دهيت، لان لو اتنفذت فعلا بالنسبه لصحراء سينا مفيش هيبقى عندنا حد عاطل خالص من غير شغل، بل البلاد هييجوا يشتغلوا فيها. صح حضرتك طبعًا. فعلا ما انا لسه بنتكلم دلوقتي وبندعمه والله، يعني اسره البرنامج بتدعم فكره الاستاذ محمد لانها بجد فكره جميله جدا. وبعدين دلوقتي برضو كل المسؤولين عليهم على سيناء. بحييه وبحيي اهل سينا والعريش. تسلمي سلامي وتحياتي لاهل سينا جميعا الارض الشهداء. تسلمي الله يرحمه ربنا يرحمهم ويجعلهم ان شاء الله صابرين جدا ويصبر اهاليهم يا رب، ربنا يصبر اهاليهم يا رب. نشكرك يا ام صلاح. اتفضل يا استاذ محمد. فعندنا التراث ده بيسافروا بره، يعني دبي بتعمل فيها مؤتمر فعلا تراث بيتباع هناك. في الاماكن اللي هنا في مصر تلاقيه، يعني تلاقوه مثلا تخش اماكن وبيكون مثلا يعني اسعاره بتكون مرتفعه ولا ما يقارب. انا اخر حاجه كنت في فندق هنا معروف مشهور كان ب 800 جنيه على ما اعتقد. ده اللي هو بيكون ايه بالظبط؟ التوب كامل اللي هو العبايه. العبايه بس العبايه متطرزه من الوش ومن الصدر وقدام وتحت والايدين، كله تطريز يدوي مش مصانع. بس طبعا في اماكن بتبيعها يعني مختلف الاسعار. طبعا هناك عندنا اقل طبعا. انا بكلمك على فندق، لا هنا فندق في القاهره في تكلفه قصدي. في سينا بكام مثلا؟ في حدود ممكن 300 400 جنيه على ما اعتقد، يعني لو كانت الاسعار. طب احنا اتكلمنا عن الزي السيناوي بالنسبه للحريم وبالنسبه للرجال. تنسى الرجاله؟ لا ما انا كلمتك اللي احنا الرجاله. لا لازم نرد استاذ العجال. العجال والمحرمه والجلابيه ده زي معروف الرجال التاج على الراس. هو الرجال ده ما ينفعش يا عم محمد تحس ان الرجال. لا لا انا بتكلم ليه؟ انا بتكلم ليه على الست السنويه؟ عشان هي اصلا ما بتخرجش بره البيت، فهي بتشتغل بتجيب دخل بتنتج انتاج. انا عايز كله ينتج. انا عايزين نبقى دوله منتجه مش دوله مستهلكه. انا النهارده مع احترام حضرتك، انا النهارده في سينا انا هنتج حرف يدويه. أسوان بتعمل الخزف مثلا، محافظة لها محافظة مثلا تانية بتعمل شكل تاني، فلازم نعمل كده. لازم ننهض بكده. اتفضلي. استغل الحاجة دي، لازم استغل الناس دي. تمام. انا هتكلم بقى في نقطة التعليم والبنات، وبالنسبة ان احنا بنتكلم عن المرأة في اماكن في سيناء ما بيعلموش بناتهم. لا من دلوقتي مش موجود. بس مش بيخلوهم يكملوا التعليم لحد ما، يعني هو التعليم دايما عندنا برضو عشان مثلا ان هم غيرتهم على بناتهم اكتر عشان بعد المسافات. تمام. بس التعليم بالذات ما يتحرموش منه. بعد المسافات بس ساعات بتبقى صعبه شويه في اكمال مسيره التعليم. حتى الصعيد كده ممكن لا يعني ما ممكن شوفوا مثلا. بص هقول لحضرتك حاجه، يعني احنا ما عندناش التعليم الخاص عشان نديك بس، يعني ايه نادر قوي اللي بيدخل تعليم خاص. احنا النهارده انت مثلا فتاه ربنا كرمك في ثانويه عامه وجبت مجهود او ثالثه اعدادي وجبت مجهود حلو مجموع كويس، مجموع كويس دخلك ثانويه عامه متفوقه بتيجي القاهره. ولو ما جابش بتقعد في البيت. لا لا بتيجي القاهره. يعني عندي انا بنات علاج طبيعي في القاهره، اسنان القاهره، جامعه القاهره، حقوق عين شمس، خريجين وهنا بيدرسوا جامعه ازهر، طب، صيدله، كل الاماكن اسماعيليه. عندي حدث ولا حرج اسماعيليه، تعالي اسماعيليه من طلبه من شمال سيناء ومن بنات شمال سيناء ما شاء الله من كل قريه فيه. تمام. تلاقي يعني انا دايما عندي قريه اسمها نجيله. نجيله دي انا بسميها نجيله العلم، اهل العلم. ممكن اقول لك كل سنه في 6-7 دكاتره. النهارده في 2 امبارح وبنهنيهم الف مبروك، معيدين بنت شابه وشاب في جامعه في كليه التربيه على ما اعتقد في العريش. فموجود. لا متاح تعليم دلوقتي كويس. لا بس في بعض في نسبه. ما انا هقول لك ما احنا عايزين نقضي عليها. ده لان التعليم ده هو بيتعلموا. لا بيتعلموا بقى تعليم فني. طبعا. يعني كل البنات دول بتروح تعليم فني، الثانوي الزراعي، الثانوي الصناعي، الثانوي التجاري، وبيشتغلوا عليها. خلاص هي خلاص انت 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 يعني ايه قدراتي ان انا ادخل لحد كده، لكن انا قدراتي ما تاهلنيش ان انا اخش كليه كويس عشان اصرف. احنا هنا في فرق في حاجه، هنا في مدارس خاصه. تمام. فالمدرسه الخاصه هو بيخش من كي جي 1 2 ابتدائي اعدادي ثانويه كليه، هو في نفس النمط. لا انت تعليم حكومي لازم تاخدي بالك من دي. التعليم الحكومي هناك انت في ثالثه اعدادي ده تحقيق مسار، يا تخش ثانويه عامه وتخش تكمل في مستوى وليفن التعليم الجامعي، يا تخش تعليم فني واللي احنا بنناشد بيه في كل حتة. لا بس يعني موجوده في الارياف وفي سيناء وفي الصعيد. بس احنا بنتكلم عن التطور الكبير دلوقتي اللي في مصر، لازم برضو نعمل في كل مكان. يعني ما هو ده بقى النهارده مثلا النهارده مثلا احنا بنطالب. انا كنت بكلمك قبل الفاصل عن نعمل معهد يدي بكالوريوس علوم زراعيه مثلا للزراعات الصحراويه. انا ما اخش بنات عندي
وشباب، فهي ما انا بقول لك مدرسه في قاطي الثانويه الزراعيه، هي عزمهم الترى. فالشابه او البنت هتبقى موجوده في نفس حيز المكان، فهي تنتقل لمعهد او كليه بكالوريوس هي اصلا عندها دافع تتعلم، فهتروح قريبه، هي هتشد هتعلم من مستواها في الثلاث سنين عشان هي شايفه قدامها هدف. انا بدل ما انا مش جبتش المجموع الاولاني او حصل عنده دروب او حصل عنده ظروف وما عرفتش احقق اللي انا عايزاه، لا انا الفرصه جايه لي اهي جنب بيتي، فهتلاقي بتاخد برضه بكالوريوس، ممكن تشتغل في الاداره الزراعيه، ممكن تشتغل في الانتاج الزراعي، في مجالها تتفتح اكيد طبعا. فلازم الاهتمام بالتعليم اولا. انا تكمله الحديثك، اللي عمل عندنا طفره دكتور حسن الراتب، دكتور حامد حسن الراتب عمل جامعه سينا، جامعه سينا عامله مستوى عالي، بس برضه بتاخد ثانويه عامه وبتاخد مستويات عاليه، هو بيدي منح لابناء سينا بس برضه بيجي لها يعني في ناس من القاهره وناس من بره وبتيجي طبعا زي فلو رجال اعمال كلنا تكاتفنا يعني وخلاص بقى الهدف سينا يعملوا مثلا جامعه زي مستقبل جامعه مش عارفه الجامعات دي، أيوة هتلاقي فعليا الناس بتروح وبتيجي. انت النهارده التكلفه الطالبه او الطالب لما يجي من الارياف ويقعد هنا هي نسبه التكلفه يعني هتبقى زياده شويه لما ادخله جامعه خاصه جنب بيته. ايوه تمام صح. فانا هعمل تزويد للمؤهلات العليا وعندي بنسبه السكان كعدد سكاني لما يتقارن التعليم العالي هتلاقيه كتير فعليا. يعني النظره السابقه للبنت الثانويه والمراه الثانويه، لا انا عندي بنات بره مصر بيدرسوا اكيد طبعا، وفي بنات بتكون قاعده في البيت، فاحنا الجزء ده احنا عايزين نقضي عليه. احنا ان شاء الله، لان هو التعليم ده هو الحياه. فكره ان بنات قاعدين في البيت وما بيكملوش دي موجوده على فكره في كل مكان. لا ما احنا عايزين نقضي عليه. هو مثلا نسينا الوقت زي ما قلت لك محمد، نظرا لبعد المسافه بس. طب انا هقطع حضرتك، لان هي اصلا مش بايدها اي حاجه، يعني هي اكيد طبعا عايزه تتعلم وعايزه تكمل، بس عايزه يعني مسانده من الاهل. عندي والله عندي بنات في ناس خلصوا. لا انا هقول لك بس لا النقطه دي بس، خلصوا دبلومات تمام وراحت عملت كليه. ما احنا عارفين ان في ناس، بس في اقل يعني في نسبه يعني قليله جدا ما بتتعلمش، بس النسبه دي يعني البنت فعلا بتنظلم. التعليم ده هو هي تمام كيان تمام لازم تتعلم فعلا. انا بقول لك في موجود نسبه، بس انت عشان دايما الناس، احنا لو جينا عملت معاكي استفتاء او استبيان، استمرت استبيان كده في شمال سيناء في كل قريه، هتلاقي نسبه التعليم ممكن 5-6 ما تعلموش أكيد. وفي 15-20 في الكليه. احنا عايزين كل ده يتعلم. ما هو كل ده ان احنا بقى البنيات التحتيه نعمل مثلا اجنحه اضافيه في المدارس، رفع العبء عن مواطنين، مثلا ممكن نقول مثلا ابناء زي مثلا جامعه القاهره، مشكورا سيد رئيس جامعه القاهره اعفى النهارده ابناء سينا من المصاريف ومن المدينه الجامعيه. نشكره على شيء 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 جيد، شيء يحتسب له. فبرضه النهارده انا خففت العبء على الناس. برضو عندك جامعه العريش، السيد المحافظ رفع عن قرى مثلا المصاريف. الموضوع لازم يبقى فيه تكاتف اكيد طبعا من كل الجهات مش من جهه واحده. حضرتك يا استاذ محمد، بالنسبه برضو انك من ابناء سينا، احنا عايزين نتكلم شويه برضو عن، اتكلمنا عن البنيه التحتيه وكلمنا عن التعليم وكلمنا عن التراث، عايزين نتكلم عن النظام الصحي في سينا وخصوصا في ظل وجود ازمه فيروس كورونا اللي موجوده حاليا. لا احنا الحمد لله احنا خارج كورونا، احنا الحمد لله رب العالمين. اللهم لا حسد يعني، اللهم لا حسد طبعا. الارض اصلا محروسه الحمد لله لا محصنين عندنا الحمد لله، يمكن مفيش غير حاله او اتنين بس على مستوى، ما هي الارض المحروسه طبعا يعني طبعا الارض المحروسه ربنا قسم بها قسم يعني اصل يعني هي مصر دي اساس سينا طبعا وسينا اساس مصر، واحنا نسيج احنا من غير سينا مفيش مصر فعلا، واحنا والله من غير مصر لا تسوي شيء سينا يعني كلنا بنكمل بعض، كلنا بنغير على سينا وكلنا خايفين على سينا. مهما اقول لك ارض الشهداء زي ما قال لسه حاجه مصريه والله، مهما اقول لك عن الناس وحب الوطن مش يعني مش هيتقدر لمال الدنيا اكيد طبعا. يعني طب انا اسفه قطع حضرتك. لا هقول لحضرتك حاجه بس عشان الموضوع ده بس، والله يعني عندنا ناس اقسم بالله عندنا مستوى المالي ضعيف، بس لو جيتي كلمتيه على الوطنيه هتلاقي افضل أكيد من طبعًا. ناس اكتر ناس يعني عاشت حروب يعني وعصرت حروب وعصرت يعني لا تنظر لقول القوم في العلن فعلا، لا خليك في الواقع هتشوف رد فعل مختلف. بس الحمد لله يعني حقيقي فعلا الحروب هديت دلوقتي على سينا الحمد لله، لان فعلا معانا جيش فضل القوات المسلحه اكيد طبعا الاداره ربنا يحميهم وكل الشكر ليهم طبعا وشكر لمجهودات كل. طب انا عايزه بقى اسال حضرتك سؤال، بالنسبه ان احنا اتكلمنا عن المراه والبنت في سينا، طب عندكم يعني البنات بتتجوز يعني في عمر قد ايه مثلا؟ من 18
مفيش اقل؟ لا لا من 18 هي خلاك. لا بس في فئه بتجوز بناتها اقل. ما هو كل قاعده لها شواذ. اكيد طبعا. فلو انت جيتي في الجيزه هنا هتلاقي. اكيد. طب انا ممكن اقطع حضرتك في حاجه، هو اصلا القانون مانع دلوقتي من بعد 18. تمام ماشي. الاهل برضو بيجوزوا بناتهم؟ لا الفكره اختلفت. ليه بقى؟ انا من الناس، انا بس اهم حاجه ان هم يعملوا لها بس القايمه. لا لا اهم حاجه يحفظوا ايه حقهم. لا لا وصل امانه. اه والله يحفظوا حقهم. بس بنتهم انا 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 هقول لك حاجه، انا ضد يعني الجواز البدري. انا عون محمد سلامه ضد الجواز البدري. احنا عايزين فعلا انا عقوبات شديده. في لا لا غير عقوبات الشديده، في ناس عملت الخطوه دي وحصل اضرار. اللي هي ايه؟ البنت شابه صغيره مثلا 14 15 سنه اتجوزت، فما اهتمش كاتب كتابها قانونيا. انا اتكلم قانونيا. ايوه فعلا. فتمت عمليه، اتفضل بعد كلام حضرتك دخل اتصال، فتمت عمليه الحمل والولاده. تمام. فطلع هنا مولود ملهوش ورق في الدوله يثبت ان امه متجوزه. فتمت عمليه طلاق بين الشاب والشاب لانه غير مكتمل نمو. تمام مظبوط. يعني دايما انا بقول مش من الناس المؤيده للجواز البدري. فهنا في مشكله بين العائله والعائله الثانيه، بين طفل موجود بين مش مثبت رسميا، مش مثبت رسميا اكيد. وبين بنت حقها ضاع في بس في اثبات حقوقها الشرعيه. بس يعني الناس اللي بتجوز بناتها بدري دي، دي خلاص اختفت شويه. لا والله موجود انا عارف، بس اختفت بنسبه مش يا جماعه بدون عقد الجواز. دخل اتصال. الاستاذه نيره من محافظه انا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا فندم. صباح الخير عليكم. صباح الخير. وانت طيبة حضرتك. طيبة صباح السلامة. لو سمحت بس كنت عايزة أوجه سؤال للأستاذ محمد. اتفضلي. هو الأستاذ محمد بيقول الدبلومات الفنية والتعليم الفني، طبعا وبناقش سيادة الوزير في الكلام اللي أنا هقوله. اتفضلي. هو إحنا دايما ما فيش عندنا غير الثانوية العامة، الثانوية العامة في البرامج وكل الناس بتتكلم عن الثانوية العامة. تمام. طب احنا ليه مش مدين حق الدبلومات الفنيه زي ما مدين حق الثانويه العامه؟ انا نيره من محافظه جنا، دبلوم تجاره السنه دي. يا اهلا وسهلا بحضرتك. جبت 89%. رحت عشان اقدم على كليه ما لقيتش كليه. اللي هو كليه التجاره السنه دي هتقبل من 93 وكسر. ايوه المجاميع السنه دي مرتفعه. طب يا ام حضراتكم وسياده الوزير بيرفع منظومه التعليم، والتعليم بيتقدم ونظام اونلاين والكلام اللي احنا شايفينه ده كله. يا اما طالب دبلوم فني يطلع ما لقيهوش كليه، ويا اما كده يا اما يقعد في البيت او كليه خاصه والظروف ما تناسبش انه ادخل كليه خاصه. فخلاص كده اللي هو الدبلوم فني دبلوم خلاص هقعد في البيت. لا لا استاذه نيره، في معهد تعاون فني تجاري. لا في معهد تعاون تجاري هنا في القاهره بياخد من مجاميع وبيدي درجه الكليه. بدي شهاده معتمده. شهاده معتمده. وفي عندك في العباسيه على مطارات كمان في معهد نظم بياخد برضو من دبلوم تجاره. التنسيق يا فندم يعني دي انا نقطه، يعني انا دايما لسه كنت بكلمهم على التعليم الفني، عايزين نشتغل على التعليم الفني ده في بدايه الحلقه خالص. والحرف اليدويه في برضو بعد اذنك يا استاذ محمد، في الجامعه العماليه برضو في مدينه نصر. في الجامعه العماليه. لا لكن كتنسيق مش بيدي، المجاميع السنه دي عاليه جدا. بتتكلم ان هي هتتنقل من محافظه لمحافظه. ما هو دي خطه التعليم بقى الشامله. انا بقى النهارده بقول لها ايه بقى؟ انا بقول لها ايه؟ انا اول خطوه قلت لك ايه؟ الانتخابات. لازم الشباب تنزل تشارك صح في الانتخابات وتختار صح عشان النائب يتكلم صح. النهارده في نواب بالخمس سنين ما بيخشوش الدايره، فما تجيش تسالي دور الدوله ودور الوزاره. انت النهارده يعني ما رحتش. قلت لا ما حضرتش او بتقول انا مش خطوتي او مش مجالي. لا انت مجالك ان انت تنزل تختار واحد معاك في ارض الواقع. عشان النهارده لما تختار واحد وتقول له تعالى لي انا محتاج وحده صحيه في المكان الفلاني او وحده جناح اضافي او طبعا ولا يتكلم باسم الشعب باسم. لكن النهارده طبعاً. في ناس بتختار نواب وما بتجيش بعد خمس سنين بتشوفها ويختارون تاني. ده اختيارك انت زي شريك حياتك. انت النهارده انا قدمت لواحده واختيارات كلها سيئه، مين بيتحمل العبء؟ انا بتحمل العبء. تمام لازم كلنا ننزل نشارك عشان يعني ده اولويات حياتك تغيريها. انا مثلا ما طلتش فرصه في مكان معين عشان خاطر عيالي، عشان خاطر المستقبل اللي جاي، عشان خاطر اخواتي الصغيرين. فلازم كلنا نبدا بالتغيير، والتغيير يبدا من الصندوق. اكيد طبعا. ده وجهه نظري انا. لازم كلنا احنا كمان احنا 60% من مصر شباب. يعني نسبه مصر 60% شباب. فلازم احنا المفروض الدينامو المحرك للحياه السياسيه والحياه الاجتماعيه والحياه. يعني انا عندي لسه بكلم شابه شغاله رقابه في التعليم، شابه
بتتعدى كل، هي هتعمل شغلها مظبوط، مش خايفه من اي حد. فالنهارده الشباب لازم في تنسيقيه الشباب النهارده بتاخد حقها، في النهارده بيتعينوا في المحافظات نائب محافظ شباب، فالدوله الدوله مديها ضوء اخضر للشباب اكيد، والدوله لان احنا بعد 10 سنين هنبقى احنا القيادات الموجوده، فلازم تبقوا مثقفين وعلى وعي وعلى درايه بالمشاكل. لازم ننزل اختار صح، لازم تعمل صح، لازم المحليات الجايه تنزل، يعني هي واحده بس ما شاء الله هي برضو على قدر عالي من الثقافه، تنزل محليه تشارك، هي هتنمي. انت ما جيتش الفرصه لحضرتك هتيجي لغيرك، مش ضروري النهارده انا بدلت المصلحه يعني الحاجه وقفت عندنا، لا انا لازم اكمل اكيد يعني طبعا. انا محمد انا مش شغال قطاع حكومي، لكن بسعى وبسعى ان انا اعمل ليه؟ عشان خاطر انا مش عشان اقول خلاص انا اتوظفت وانا بدور على وظيفه، لا الموضوع مش كده خالص، لازم تهتم، لازم تهتم بالامر المجتمعي كله أكيد. عشان خاطر كلنا نكمل بعض، محدش يعني حتى الفكره حتى عن جميع المجالات مش مقتصر على مجال تخصصك بس. يا سيد الفاضل لو اعتمدت على سياده على الرئاسه، الرئاسه مش هتكفي لك كل ده طبعًا. شؤون خارجيه وداخليه ومشاكل، لو اعتمدت على مجلس وزراء برضو عنده وزارات وعنده مشاكل مستنياه من قبل ما يجي، لكن انت كدورك رقابي في محليات في مجلس نواب في مجلس شيوخ، انزل اختار يا عم، تسيب القبلي على جنب وسيب المال السياسي على جنب وسيب كل شيء على جنب، اختار صح انزل. معلش النهارده احنا ممكن نقعد على ماتش كوره، انا بتكلم كشباب بالساعتين وثلاث ساعات عشان السنه ماتش كوره، طب ما تنزل نص ساعه ادلب صوتك عشان بكره ما تقولش والله الدوله ما عملتنيش. بنتوجه لكل الشعب بالنزول، وكل من له صوت ينزل يدلب صوته. يا جماعه في الانتخابات صوتك امانه، وانت اللي بتختار طريقك وانت اللي بتختار هتنظم حياتك المرشح بتاعك. انا مش مسؤول عن اختيارك، ممثل ليك قدام الدوله، انا مش مسؤول عن اختيارات اي حد. احنا يعني المعلومات بتاعت حضرتك قيمه جدا يا استاذ محمد، واحنا استفدنا منها كتير، الله يكرمك. ويعني برضه ضيق الوقت بتاع الحلقه برضه، بس انا مش هتكلم على المجال الصحي. أنا في نهاية الحلقة بس أحب قبل ما ننهي الحلقة إن أنا أتوجه بالتهنئة، أنا في نهاية الحلقة بحب أشكر ضيف الأستاذ محمد الأول في قبل أي شيء، وبشكر صديقتي الإعلامية الأستاذة سارة، وبحب أوجه تهنئة خاصة لشخص عزيز عليا جدا، هو اللي بيدعمني وهو اللي دايما واقف ورايا وهو أساسي في كل نجاح، والدي العزيز المهندس محمد عبد الجواد. بمناسبه عيد ميلاده النهارده، وكل سنه وهو طيب، وبشكركم جماعة كل سنه وانتم طيبين. طيب يا استاذ محمد عبد الجواد، وكل سنه وانت طيب يا والدي، وربنا يخليك لنا يا رب ويعود عليك السنين في صحه وسعاده وخير. ربنا يحفظه ليك يا رب، وفرصه سعيده للساره. والاستاذ احمد عزت من الكنترول، اسره البرنامج كلها بتقول لحضرتك كل سنه وانت طيب من قناه الصحه والجمال، وربنا يخليك لنا يا رب، ودايما واقف في ظهره ومساندنا باذن الله. ارجعنا نتكلم بقى، ده خلاص كده. اتفضل. كل سنه وحضرتك طيب، وبجد حضرتك جايب لنا بطل عظيم بجد، اعلامي كبير بجد، يعني احنا التلاميذ وبنتعلم منه. بنشكركم يا جماعه، وبنشكركم وبنقول لكم انتظرونا في الحلقه القادمه من برنامج ابن حياتك في نفس الميعاد. دمتم امنين.